هتبقوا زي بصوا متفرجين. اجتماعات شباب هتبقوا عجائز لا مؤاخذه. اجتماعات الشباب عندنا في سكويت شباب كله بيتكلم، ده بيتكلم وده بيتكلم. اتفضلي يا بت. الله بيحترم حريه كل بني ادم، عشان كده بيختار بيديله الحريه ان يختار، وهو والشيطان الله يحترم حريه اراده الانسان. ايه الدليل؟ اتفضلي يا عادي. ايه الدليل على احترام الله لحريه الانسان في المسيحيه؟ قول. انا كان نفسي ميكروفون يكون موجود. يعني لما ادم وحواء كانوا في يعني في الحياه الابديه يعني وكده، وربنا قال لهم في الفردوس ويختاروا وشجره معرفه الخير والشر وكده، الاختيار بتاعه. هو بيقول لي اكبر دليل على احترام الله لحريه الانسان خطيه ادم. ازاي خطيه ادم تكون اكبر دليل على احترام الله لحريه الانسان؟ انه سابه يختار براحته. انت قدامك طريقين، اختار براحتك، فاختار هو بايه؟ حريه ارادته. لدرجه في شاعر هندي كبير بيقول كده: انني احترم الله لانه اعطاني حريه انكار وجوده. ده تغور بيحتفلوا الايام دي بعيد تغور ده، خلاص. بيقول ايه تغور؟ شاعر هندي كبير. ها، انني احترم الله لانه اعطاني ها حريه انكار وجوده. شوفوا حريه، ربنا مدي حريه للانسان يتصرف بحريه. حد عايز يقول اي حاجه؟ اتفضل حبيبي. شكرا يا بيه. هو فعلا الانسان الله بيحترم حريه الانسان، واللي بيدل على ربنا ادى حريه للانسان وجود شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن. مين يديني مشهد للمسيح واضح قوي انه بيحترم فيه حرية الانسان قوي قوي قوي؟ مشهد واضح. قال له: اتريد ان ايه؟ ان تبرأ. ماشي. اي مريض عامة قال له: اتريد ان تبرأ. بس في مشهد صورة واضحة للمسيح وهو واقف على الباب. ايه؟ كان نفسي كده. اجمل صورة مش هتلاقوه اله بيعمل كده، مش هتلاقوا غير اله الاعلان المسيحي اللي بيعمل كده. يقول لك صورة المسيح واقف على الايه؟ على الباب يقف. لو فتحت هيخش، لو انت ما فتحتش هيبقى مرهون بانك انت تفتح له، وكأن المسيح مرهون باشارتك. مفيش بعد كده حريه. انا شفت الصوره دي في متحف اللوفر في فرنسا، الصوره الاصليه. انتوا بتبصوا لها لما بتلاقوا المسيح بيخبط على ليه؟ على الباب. مفيش اكره من بره. الاكره منين؟ من جوه. الرسام فاهم المعنى ان الاكره من بره، وكانه المسيح مش هيقتحمك، مش هيخش غصب عنك. المسيح بيحترم حريه ارادتك. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ده مشهد بيعبر عن ايه؟ عن احترام الله لحريه الانسان. تعالوا نشوف الكلام ده. حد عايز يقول حاجه؟ عايزكم تكلموا، اكبر عدد يتكلم. اتفضل حبيبي. انا جاي لك. مع شاول هو تدخل معاه وجابه غصب عنه يعني. بيقول لي: ليه مع شاول تدخل معاه؟ هل هو غصب بولس عشان يبقى بولس؟ ها؟ خلي بالك، مش هيجيب حد غصب عنه. فهمت ولا ما فهمت؟ مش هيجيب ربنا حد غصب عنه. هو اللي ابدا ايه؟ بولس كده ابتدت المشاعر بعد لما رمى مين بالحجر؟ رمى استفانوس. ابتدت مشاعر. الله، انا برمي استفانوس ليه؟ لما شاف السماء بتتفتح كده هو واستفانوس بيبص، اتاثر مشاعره، اتاثر، وكان عنده استعداد وقبول. والا لو كان المسيح ظهر له وقال له كده، قال له: لا، انا مش عايزك. صح ولا لا؟ ماذا تريد يا رب ان ايه؟ ان افعل بحريه ارادته. اوكي، خلاص، نخش في النقطه اللي بعدها. يلا سؤال يا عماد، عايزين نخلص. ها،
هنيجي بقى هنيجي في سمات الحريه المسيحيه، الحته اللي بيقول عماد عليه ان الحريه المسيحيه افهموا، هقول عليها تعبير بس هتفتكروه بقى لما نيجي يعني سمات الحريه مسؤوله، فاهمين؟ مش حريه ايه، حريه ايه مسؤوله. هنيجي نتكلم يا عماد لسه في النقطه دي. اتنين، الله يحترم بسرعه بقى كده الكلام اللي احنا قلناه، الله يحترم حريه الانسان لانه محبوبه. خلق الله الانسان حرا على صورته ومثاله. ربنا خلق الانسان على صورته ومثاله في اربع حاجات. اللي هيقوم لي اللي هيقولهم لي هياخد 5 جنيه. اول 5 جنيه، فين يا ابني الخمسات؟ هات يا حبيبي، هات عشان الناس تصدق. لا لا فك العشرات وتعالى. قلت لكم مش قبل كده. ها، خلق الله الانسان على صورته ومثاله في اربع حاجات. قولي. الطهارة، قداسة. القداسة ايه تاني؟ اربعة. امال ايه 5 جنيه كده؟ خد خلي دول بس اوعى تاخدهم، اديني واحدة وواحدة. يا اولاد، خلق الله على صورته ومثاله في اربع حاجات. لا 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 لا، عايز اجابه، مش معقول بنات واولاد. ربنا قالت لك واحده، القداسه، ماشي معاك. ايه تاني؟ الحريه، حر. يعني المفروض تلقطها لوحدك كده، مش هتيجي الحريه. ايه تاني؟ العقل، ميزه ان هو كائن عاقل. يبقى العقل، الحريه، القداسه، الخلود. خلقه خالد لولا خطيه ايه آدم، لكن المسيح رجع له حكاية الخلود دي مرة تاني. في سقوطه ترك له حرية الاختيار بكامل إرادته. سيد المسيح واقف على الباب ايه؟ أقرع زي ما قلنا. يقول السيد المسيح لأورشليم، ها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك ولم هم حرين. اللي بعد كده تغور شعر الهند العظيم، إنني أحترم الله لأنه أعطاني حرية إنكار وجود. يلا النقطة الثانية، ايه مفهوم الحرية المسيحية؟ يلا مش عايزين تاخدوا انتوا، بصوا الشباب المسيحي، مش عايز اقول الشباب في مصر كله، عايز يقعد كده، عايز يقعد كده مش كده؟ ولا يتكلم ولا يتفاعل ولا ايه يا اولاد؟ غلط الكلام ده، غلط الكلام ده. ده على فكرة ايه الفرق ما بينكم وما بين شباب اوروبا؟ لما بروح شباب اوروبا وشباب امريكا العيال بتتفاعل. الفرق واحدة، التعليم اللي انتوا بتاخدوه هناك بيتاخدوا، هم قايمين على المناقشة وعلى الحوار وخد ودي، واحنا قاعدين كده مستنيين، لان التعليم بتاعنا تعليم مترهل، حشو معلومات، خد كلمتين حطهم في الامتحان، حافظ حاجة بعد ولا حاجة. ها قول، خليك جدع. ها، لكن ليس كل شيء يوافق يعني. ايه مفهوم الحريه المسيحيه؟ عايز المفهوم الاول. طب انا ساعدكم مسيحيا، انا قلت المفهوم سياسيا، ان انا بختار بحريه ارادتي وبقرر بحريه ارادتي مش كده دون ضغط. ايه مسيحيا؟ الاستقلال، استقلالي عن سياده الله. لكن ده مش مفهوم الحريه مسيحيا. الاستقلال ده ربنا بيقول لك انا بحترم حريتك. برافو عليك. بصوا، ايهما، هسأل سؤال هيبين المعنى ده، ايهما كان حرا، يوسف جوه السجن ولا امرأة فوتيفار بره السجن؟ تاني، عايز اوصل للمعنى، ايهما كان حرا، امرأة فوتيفار وهي بره السجن صح ويوسف جوه السجن، ايهما كان حرا في نظرك؟ يوسف طبعا. ليه يوسف؟ عشان متحرر من عبودية الخطية. هو ده مفهوم الحرية المسيحية. مفهوم الحرية المسيحية التحرر من عبودية الخطية. إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. لو أنت عبد الخطية هتفضل إيه؟ مش حر. فهمت؟ فده مفهوم، يعني أنا لو بشرب سجاير وعبد للسيجارة أنت مش حر. في ناس كتيرة قوي بتتفرج على المواقع الإباحية، من الشباب تفكر على مواقع إباحية ويفضل كل يوم يتفرج، انت عبد مش حر.
اللي بيتفرج ده عبد مش حر، لان ايه؟ الخطيه مسلسلاه، الخطيه مأيداه، صح ولا لا؟ اما مفهوم الحريه المسيحيه ان حرركم الابن فبالحقيقه ايه؟ تصيرون احرارا. هو التحرر من عبوديتي للخطيه، عبوديتي للسجاير، عبوديتي للعادات الرضيه، كل ده بنسميه الحريه المسيحيه، تحرر من عبوديه. عشان كده يوسف كان حر رغم ان هو بالحريه السياسيه كان جوه الايه؟ جوه السجن، بس كان حر، حر من الخطيه. فاهمين ايه فايده ان طب مين اللي كانت عبده رغم انها بره السجن؟ امراه ايه؟ فوتيفار، عبده للشهوه، شهوه جنسيه. فهمتوا؟ نشوف بقى تاني. يلا، أيوما كان حرا يوسف داخل السجن أم امرأة فوتيفار خارج السجن ولماذا؟ ها طبعا شرحنا الكلام ده. كل من يعمل الخطية هو إيه؟ عبد الخطية. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرار. اللي بعده، الحرية المسيحية هي التحرر الداخلي. أدي تعريف الحرية المسيحية بقى، هي التحرر الداخلي من كل عبودية، مثل عبودية الخطية، عبودية الشهوة، زي عبودية السجاير، عبودية العادة الشبابية، عبودية المسلسل التلفزيوني، عبودية الخوف، عبودية الانترنت إلى آخره. خلاص؟ أغسطينوس، وقفت فوق قمة العالم حين أصبحت إيه؟ لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. دي الحرية المسيحية، الحرية الداخلية. الحرية المسيحية حرية إيه؟ داخلية. خلاص؟ اللي بعده، هل توجد ما يسمى بالحرية المطلقة ولماذا؟ ما فيش غير واحد بس اللي خد 5 جنيه، واحد بس. مش ها، قول يا واد. الحريه المطلقه، طب عند الانسان في حريه مطلقه؟ اثبت لي، قوم. هل الحريه المسيحيه تعني ان انا اعمل كل شيء؟ ايه رايك؟ ليه؟ ها، خد 5 جنيه زي بعض. هل ممكن انا اعمل كل حاجه؟ انا بنت، فتيجي ماما وانا رايح الفرح، انت رايحه الفرح مش النهارده، رايح فرح صاحبتي، ماما تقول لك خلي بالك، انا بكلم البنات دلوقتي، انتوا مالكوش ده. انا جاي لك شويه، يعني اخش البنات دلوقتي، ماما جايه بالليل وتقول لك وانت رايحه الفرح، يا بنت اللبس ده مش كويس، اللبس ده مش بتاعنا، اللبس ده لا يليق. ماما مالكيش دعوة، أنا حر. ينفع الكلام ده؟ هي دي الحرية يا بنات؟ بنشوفكم في الفرح إيه؟ الفرح حاجة تانية خالص. نيجي للولاد، يا واد بص، لا يا حبيبي. بص لأختك، ما تبصش لأختك كجسد. البنت مش جسد، البنت ده هي روح شبعانة بربنا. كل الولاد دلوقتي بيبصوا للبنات كجسد وبس. مصر خدت بجدارة المركز الثاني في التحرش الجنسي على مستوى العالم، بجدارة مصر. عارفين كده ولا مش عارفين؟ دي احصائية رسمية. اول بلد افغانستان، خدت المركز الاول. مصر خدت المركز الثاني. السعودية خدت المركز، السعودية المتدينين خدوا المركز الايه؟ ثالث. عندهم كابت، ويكون عندكم كابت. بص لاختك حاجه تانية، ما تبصلهاش لجسدها بس، دي روح شبعانه بالمسيح، عقل حلو مستنير بيفكر، نفس حلوه سويه. سبب ان انا في تحرش جنسي ان الولاد بيبصوا للبنات كايه؟ كجسد بس. خلاص؟ قولي. دايما بنسمع ان يعني الولاد التفكير بتاعهم بيقول ان البنات هم اللي بيسيروهم مثلا بلبسهم او كده. ما سالوا البابا شنود، بابا شنود بعتوا له سؤال، فاكرين في المحاضر، فقالوا له بيقولوا له كده البنات، انتوا الولاد بنسالهم، بيقول لا ده البنات بيلبسوا كده هم اللي بيسيروا. قالوا العيب فيك انت، انت تبص ليه؟ مش معنى كده ان احنا نلبس ماشي خلاص. انا عارف عشان البصه الوحشه من الطرف الاخر، هو دي اللي غلط، هو ليه بص؟ خلاص. لكن في نفس الوقت نلبس احنا كمان ايه؟ لبس يليق، زي ما هنتكلم بعد شويه. خلاص. يبقى ما يوجد ما يسمى الحريه المطلقه. الحريه المطلقه بنسميها الاباحيه،
الحرية المطلقة بنسميها الايه؟ الاباحية. خلاص يا اولاد؟ يعني احنا ما عندناش، خلوا بالكم، احنا دايما دايما في المسيحية بنختار الطريق الوسطى. يقول لك الطريق الوسطى خلصت ايه؟ كاسري. لو احنا بنروح للغرب كده عندهم اباحية، كل شيء كل شيء يعمل كل شيء. الحرية مش معناها ان نعمل كل شيء. واحدة فرنسية اسمها مدام، مش فاهم، مدام لوروار او مولان حاجة زي كده، بتقول هذا الكلام: كم من الجرائم ترتكب باسمك ايات الحرية، كم من الجرائم ترتكب باسمك ايات الحرية. طيب دي اباحية. طب الناحية التانية بقى الكبت والغلاقية، يبقى في انغلاقية، قافل قافل على البنات، غلط يعني. فاهمين عايز اقول ايه؟ لا انا عايز اقفل عليكم قوي، فاهمين؟ البيت البيت مفيش انغلاقية، ولا في نفس الوقت مديكوا ايه الناحية التانية حرية ايه مطلقة اللي اسمها ايه؟ الاباحية. اما لا احنا عندنا الحرية المسيحية ايه؟ حرية مسؤولة. يعني الحرية المسيحية ايه؟ حرية مسؤولة. ده حتى في امريكا، لما كنت في امريكا عندهم ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة، عندهم قوانين، عندهم ضوابط. تصور كده لما فيش عادة في مصر، طبعا اشارات المرور في مصر دي حاجة تانية، حاجة شاذة خلاص. لكن هناك لما جيت اخد رخصة العربية اللي طلع معايا في امريكا، اهم حاجة عنده ان انا ما اكسرش الاشارة الحمراء، اهم حاجة عنده. لو انا يعني هو خدني مثلا ايه في حتة فاضية، قاصد ياخدني في حتة فاضية خالص وما فيهاش عربيات خالص بس فيها ايه اشارات، هيشوفني انا هعدي في الاشارة ولا لا. لو انا عديت ده خلاص في قانون، ما فيش حاجة اسمها الحرية بلا سقف. الحرية التي بلا سقف حرية ايه؟ اباحية، حرية مطلقة. فاهمين يا اولاد ولا مش فاهمين؟ اي حاجة في الدنيا اسمها حرية مسؤولة ليها ضوابط. كنت عايز تقول حاجة؟ رفع ايدك. هنجلها. تعالوا بقى نشوف. لا توجد ما يسمى بالحرية المطلقة. قول كاتبة فرنسية مدام رولان بتقول ايه؟ ايتها الحرية، كم من الجرائم ترتكب باسمك، لكن الحرية المسيحية حرية مسيحية، لا حرية مسؤولة. يبقى حريتنا المسيحية اسمها ايه؟ حرية مسؤولة، ليها ايه؟ ضوابط. زي ايه الضوابط؟ الضمير، واعمل كل حاجة كده؟ لا، ضميري، الكتاب المقدس مش كده، الاخر اللي حواليا، المجتمع وعادات وتقاليد المجتمع والاخلاق، كل دي ضوابط الحرية. مفيش حرية بلا سقف، فهمني؟ في حرية ليها ضوابط، حرية مسؤولة، مش هعمل اللي انا عايزه واقول انا حر، فهمني؟ رابعا، ما هي الصور المشوهة عن الحرية؟ هنخدها مع بعض دلوقتي عشان انا اعتقد ما عندكوش فكرة كتير عنها. يلا، اول صورة الفروض والنواهي. اول صورة اول صورة، خلينا في الاباحية. الاباحية اول صورة غلط للحرية، افعل ما اريد واي شيء دون ايه؟ ضوابط. ده بيسموها الايه؟ اباحية. اثنين، العبودية اللي هي الفروض والايه؟ والنواهي. عكس الكلام ده خالص. الفروض والنواهي في المسيحية تربي ايه؟ تربي ايه؟ شبابا مكبوتا. كبت، هاجي على البنات قول البت ما تحطيش مكياج، اوعي تحطي مكياج. خلي بالك انا بنقر على ايه دلوقتي؟ خلي بالك يا واد، بنقر على بره. المسيحيه ما بتنقرش على بره، فهمني؟ اهم حاجه عند المسيحيه ايه؟ جوه. لو انا بنيت جوه صح هينده على ايه؟ على بره. غيرنا بينقر على الفروض والنواهي. الصوم عنده فروض لازم يعملها، الصلاه عنده فرض. هل انا عندي في المسيحيه الصلاه فرض؟ ده انا ممكن ما اصليش، مش تصريح مني ما تصليش، عشان لا يعني مش فرض، مش بالعافيه، مش حدش هيرغمني ان انا اصلي ولا انا اصوم، ولكن ايه؟ انا بصوم عشان بقدم الصوم ذبيحه حب الحبيب يسوع. انا بصلي عشان اكلم حبيبي يسوع. ما عندناش فرض ونواهي. ما انتوا شايفين الفرض والنواهي خلى الكبت يزداد في مصر. تدين بقى تدين ايه؟ شكلي ظاهري، لكن انا عندي حرية داخلية من جوه. انا بحب يسوع عشان كده بصلي، انا بحب يسوع عشان كده بصوم، ده الاساس. فاهمين يا اولاد؟ فما عندناش الفروض والنواهي.
اللي بعد كده العجزية. يعني ايه العجزية؟ يعني ايه العجزية؟ يقول لك كده، هاتي الموبايل، هاتي بس الموبايل، مش هاخده منك. بصوا بقى، انا ما اقدرش اشيل الموبايل ده من مكانه الا باذن الله تعالى وسبحانه طبعا. هل ده صح؟ حد يرد لي على كده؟ ما اقدرش اشيل الورقه دي من مكانها الا باذن الله تعالى وسبحانه، ده صح؟ ده صح يا اولاد؟ حد يرد عليا، انا ما اقدرش اشيل الورقه دي من مكانها الا باذن الله. دي صور كلها مرفوضه، صور مشوهه للحريه. اقدر اشيل ما هو خدته منها. خلوا معاك، خلوا بالكم معايا، ما عندناش العجزيه. الاله القائم على عجز الانسان، كل ما عجز الانسان كل ما الاله ده يزداد، كل ما عجز الانسان كل ما الاله ده. ما عندناش الكلام ده، ما اقدرش اشيل ورقه، وبالتالي ما عنديش في المسيحيه. خلي بالك، الله لن يعمل مع الكسالى. لازم تأدي الدور الانساني بتاعك. يعني لو حضرتك قعدت تصلي اسبوع كامل في الكنيسه وما قعدتش على المكتب هتسقط، صح ولا لا؟ سيبكم الاوهام اللي في ذهنكم، هتسقط. انت ما عملتش دور. ما هو عندهم في الصين والبتاع ما يعرفوش المسيح وناجح، لانه بيعمل الدور الايه؟ افهم. يعني انت حضرتك اتخرجت بس قاعد في البيت وبتصلي ومستني ايه؟ مستني انك تشتغل. مش هتشتغل، لا مؤاخذة، معلش محدش يزعل. يعني ايه؟ لازم انا اعمل دور، اتعلم لغات، اتعلم مهارات، مش كده؟ اتعلم حاجات في التكنولوجيا الحديثه عشان تميزني عن اقراني في الشغل. اعمل الدور الانساني بتاعي، صح ولا انا غلطان؟ عشان اقول اصل لا ربنا مستني، ربنا مستني، ربنا مش هيشتغل الا مع الكسال. ربنا مش هيشتغل الا لما تطلع كل طاقاتك وكل امكانياتك وتفجرها وتستغلها. فهموا الكلام اللي بقوله؟ مهم جدا. مش اقول انا بتاع ربنا، لا هتدروش، لا مؤاخذه، صح ولا لا؟ اعمل في معجزه العذر، قال لهم ايه؟ ارفعوا الايه؟ الحجر. طب ما كان المسيح يقدر يرفع الحجر، كان يقدر يرفع الحجر وكان يقدر يقوم الميت حتى من غير الايه؟ الحجر. قال لهم ارفع، انت يا انسان تقدر تعمل اللي عليك، اعمل الدور بتاعك، وانا هقوم الميت، حاجه ما تقدرش تعملها. فهمتوا يا اولاد ولا ما فهمتوش؟ ادي العجزية. بعد كده ايه؟ القدرية، المكتوب على الجبين. طب اللي هيقول لي هات 5 جنيه، اللي هيقول لي المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. انو صفر، فانو صفر من اسفار الكتاب المقدس، امثال صفر الرؤية، امثال. خلي بالكم انا بس بجركم وبشوف التحليل. واحد يقول لي الامثال، واحد قال لي سفر الرؤيا، واحد قال لي يشوع ابن صراخ، واحد ايه ده؟ كنت في اجتماع تاني، في واحد قال لي ابونا دي في الاسفار المحذوفه، يعني جابها من دلها، يعني اسفار. قول يا واد، ايه؟ لا خلوا بال، قول. بصوا، المسيحيه لا تؤمن بالقدريه، لا نؤمن بالقدر. افهموا الكلام ده، جايز الكلام ده عند ناس كتير. المسيحيه لا تؤمن بالقدريه، ما عندناش القدريه. المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، ده مثل، مفيش حاجه اسمها المكتوب. ده هيتأيدني، تأيد حريتي، مفيش حاجه اسمها المكتوب. ربنا سايب لك حريه ارادتك تكون، ما عدا حاجتين انت مصير فيهم، ميلادك ومماتك. بعد كده عندك حريه الاختيار. هحكي لكم قصه، بيت اسمعكم، حاضر. بيت جالها عريس من امريكا، اتلحست، ما هو جاي من مخها اتلحس. ما عندكم الشباب زي الورد اهو، شباب زي الورد زي الفل، لازم امريكا. اصل انا رحت شفت الشباب في امريكا عايش ازاي، 6 في اوضه 7 في اوضه في شقه يعني، وتقول لي جاي من امريكا، هو ما تعرفش هو عايش ازاي هناك. المهم جاي اسبوعين ثلاثه، واوعى حد يكرر التجربه دي، عشان انا قابلت البت دي وانا كنت في امريكا، فكانت بتبكي بدل دموع دم. هو جه اهم حاجه لحستها ايه؟ امريكا.
لا تسأل عليه ولا تاخده وتدي ولا تدرسه. مفروض الدراسة دي أنا بقول له بدرسه بعد 3 أشهر، اقعده قبل ما تاخد قرار، قبل الخطوبة ادرسه بعد كويس 3 أشهر. هي في أسبوعين هوب خلاص عمل سافرت بتبكي بدل دموع دم. فقعدت أنا إيه حتى قعدت واسيها شوية هعمل إيه، لازم أقول لها كلمة حلوة بتاع. وبعدين في وسط الكلام تقول لي أصل دي اسمتي، أصل ده نصيبي. دي اسمتها؟ ده نصيبها ولا خطأها؟ خطأها في الاختيار. ما قلتش حاجة بقى، دي اسمتي دي نصيبي أصل ربنا عايز لي كده. لا مش ربنا عايز لك كده. هي ما فكرتش اللي حسيتها أمريكا، لا لا قعدت تدرس ولا تشوف فاهمين ولا مش فاهمين. فيش اسمه نصيب. وهي لو متدينة شوية، خلي بالك لو متدينة شوية تقول لك إيه بقى، تقول لك ده صليبي. صليبك مين يا عم أنت اللي صحيح ممكن ربنا يستخدم خطأ الإنسان، ممكن عشان هو حنين يحول الشر لخير زي ما عمل مع يوسف، لكن الخطأ خطأ إيه؟ إنساني فاهمين؟ فمش عايز أنا نجري ورا القدرية دي ورا المكتوب على الجبين. كنت طبيب في واحدة رفيع، حاضر حسمة. وبعدين دخلت لي واحدة سحب عيال كده 6 عيال ولا حاجة، اللي معمص واللي حافي واللي معرفش إيه. فبقول لها ست من فضلك أنا معي عندنا وسائل تنظيم الأسرة في البتاع، خدي وسائل. إيه يا دكتور؟ كل عيل بينزل برزقه. عندكم في الصعيد كده؟ ارجع للصعيد كده، مسيحيين في الصعيد حقيقة؟ لا حقيقة. العيال مصدقة الكلام ده، انتوا مصدقينه؟ الرزق المحتوم، كل عيل هتجيب فريق كورة وكله عريان. وبعد كده تقول لك ايه كل عيل، ما عندناش الرزق المحتوم، ما عندناش الكلام ده في المسيحية، ما عندناش المكتوب، ما عندناش الاسم والنصيب. واضح ولا مش واضح؟ دي كلها قيود للحرية. اسمعكم بقى اللي كان رافع ايده، يلا. لا مفيش حاجة اسمها ربنا كاتب لي. بص يا اولاد، بص يا اولاد، كون ان ربنا يعرف المستقبل عشان هو الله فاهم. انا في طالب مثلا عارفه معايا في الاعتراف، الواد لعبي كل ما قابله لعبي بتقعد يد على المكتب بتذاكر يد ما فيش. قلت له انت هتسقط. سقط. هل انا سبب سقوطه؟ ايه سبب سقوطه؟ هو مذكرش، هو اللي خد القرار الغلط فاهمني. كل ربنا يعرف المستقبل مش ربنا كاتب يا اولاد. لو ربنا كاتب يبقى انا مش هتحرك بحريتي. قول اللي هو ذاكر وما ذاكرش وسقط ممكن يرجع يعيد السنه تاني ويذاكر، لكن اختيار خطا مثلا في الارتباط، اختيار خطا في الارتباط يتصلح. لو اتجوزته يعني، لو اتجوزته هتفضل تصلي، لو اتغيرت ماشي، ما اتغيرتش اشرب. اشرب. انا اقول لك ايه، اقول لك ايه، اختاروا صح عشان خاطر ربنا. كمان في الاختيار، اصل موضوع الاختيار ده مره ناخد موضوع عن كيف تصنع قرار الارتباط، مهم قوي. يبقى عندك توعيه، عندك استناره وانت بتختار، وانت بتختاري مفيش رجوع. لا لا كلام فارغ، ده اختيارك انت. احنا بنصلي لربنا كده عشان ايه؟ عشان ينور يعني، مش خد بالك؟ لكن انت اختيارك هو ربنا. خلي بالك لازم تقعدي معاه وتشوفي مناسب ليكي ولا لا، في كيمياء ولا لا فاهمين. دي الحاجات دي سايبها ربنا ليك، هو هيحاول يساعدك بس انت صاحب القرار. عشان كده عمري ما خدت قرار لحد في الاعتراف. اب الاعتراف مش ياخد قرارات لاولاده. انتوا ساعات عايزين القرار يطلع من اب الاعتراف عشان ايه بقى؟ هو يبقى مسؤول. انت يا ابونا اللي قلت لي انت، وتيجي ايه بقى ساعات عرف بيت بواد في مؤتمر طالعين مع بعض، فعمل لهم ايه؟ انا يعني دور الكنيسه تعرفهم على بعض عشان يعملوا كنيسه صغيره، وبعدين يمشوا شويه وبعدين يرتبطوا وبعدين يحصل حاجه. ابونا اللي قال اصل ابونا طب ما هتخوفوني كده، مش هعمل كده تاني صح ولا لا؟ مش ابونا، انت صاحب القرار وانت صاحبة القرار. قول. لا خلي بالك، هو ربنا نور الطريق
ماشي، بس مين اللي اختار؟ صح، الانسان هو اللي اختارك. نور بس. يعني انا في دوري في الاعتراف ما باخدش قرار، انا بقول لهم يا اولاد انا كشاف نور، لكن سيادتك اللي هتاخد القرار وتتحمل المسؤوليه. حاضر. ها، انا ممكن يعني اصادر ربنا واقول له على حاجه لو مش تغيري يفشل الصلاه دي مقبوله؟ لا، قول له يا رب يسوع المسيح ارجوك يا رب نور لي السكه، نور لي الطريق، وانت يا رب لتكن مش زي ما قالها المسيح في الصلاه، لتكن لا ارادتك وايه مشيئتك. بسلم حياتي، بس انا اللي بفكر برضه عشان ينور ايه دور ربنا هنا، ينور الايه العقل اللي انا باخد بيه القرار. نعم، ده موضوع لوحده بقى. ما انا بقول لك ده ازاي اسمع، ازاي اعرف ان ده اختياري ولا اختيار ربنا، ده موضوع تاني. بعد كده انغلاقيه الفكر. واحد منغلق، فكره منغلق زي الايه، زي الاصوليين. في اصوليين مسيحيين، تعرفوا كده؟ في اصوليين مسيحيين يعني ماسك في الايه، زي مين؟ زي مين في الكتاب المقدس؟ يبقى جدع. الفريسيين دول مثال الاصوليين، عشان كده المسيح ادالهم اصحاح ايه، اصحاح توبيخ، ولم اريد رحمه لايه، يقول لك ما نعملش حاجه يوم السبت، ما نعملش حاجه يوم السبت. تعالوا لغايه دلوقتي اليهود وانا بره خبالك، شفت اليهود يوم السبت ده عندهم ولا يتحرك ولا ما اعرفش ايه، ولا فهمني عندهم السبت ده ايه. فجي المسيح شافه واحد يوم السبت، المسيح كسر السبت، المسيح كسر. هل المسيح كسر السبت؟ عايز يعلمهم تعليم جديد، اريد رحمه الله. ده بيقول لهم مثل بسيط قوي، لو اترمى حمار من قال لك هننزل نجيبه؟ اشمعنى يعني الانسان احسن ولا لا؟ اللي بعد كده، هل يمكن وضع قاعده جامده عندنا حلال وحرام في حياتنا المسيحيه؟ لا. ليه؟ مين هيقول؟ هنشوف بقى. يلا، واحد استحالت ذلك للاسباب التاليه، لان الانجيل روح وحياه مستمده من شخص السيد المسيح، فالمسيحيه ليست نصوصا ومبادئ ولكنها شخص المسيح الحي. حد فيهم حاجه؟ المسيحيه بتاعتنا، بص يا اولاد هقول تعبير بس افهموه كويس، المسيحيه مش نصوص ومبادئ زي غيرنا دلوقتي واقع في فخ، يقول لك تجديد الخطاب الديني، هيجدد ازاي؟ ده هو ماسك فين؟ في زمان، ماسك في الماضي، واللي اتقال في الماضي مش هيحصل تجديد خطاب ديني. انا بقول لكم مش هيحصل، وانا واثق بالكلام اللي بقوله. ليه ماسكين في ايه؟ المسيح ادانا ايه؟ روح وحياه. الانجيل مش نصوص جامد، مش مثلا ايه؟ يعني زي ما كانوا زمان زي المسيح. طب المسيح كان لابس جلابيه وكان مربي شعر، كلنا نبقى زي المسيح، فهمتوا؟ انا باخد الايه؟ باخد الروح والحياه بتاعت الايه؟ بتاعت الانجيل، واعيش بالايه؟ بالعصر بتاعي. اثنين، لان المسيحيه تركز على الداخل اكثر من الخارج، مجد ابنه الملك من داخل، زينه الانسان هو الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السماء. فلا بد ان يكون هناك ايه؟ المسيحيه الضابط فيها ضابط داخلي وليس ضابط ايه؟ خارجي. فهموا يا اولاد؟ ثلاثه، لان طبيعه الحياه التي نحياها متغيره ومتطوره، فلا بد ان نعيش العصر متغيراته وروح الانجيل وتوجيهاته. لازم اعيش عصري. احنا دلوقتي بناخد محاضرات مع الخدام عشان تتعاملوا الشباب، لازم تبقى open minded، عيش العصر بتاعك، كلمهم بلغة العصر. لو انت ما كلمتش الشباب بلغة العصر هيحصل فيه جاب، وانت ما ربيتش ولادك وربيتي ولادك بلغة العصر هيحصل فيه جاب، بس باخد روح الايه؟ الانجيل وروح المسيح. فهمت ولا ما فهمتوش؟ اعيش العصر بتاعك. هم هنا مش عايزين يعيشوا العصر بتاعهم، لازم يلبس معرفش ايه ولازم يعمل ايه واخد الشكل بس. فهمت ولا ما فهمتوش؟ اللي بعده، سادسا، ما هي سمات الحريه؟ يد، انت جايب الاجابه. اقول له ايه ده بقى؟ انا اقول له احط السؤال اعمل لك ايه؟ استنى، هات 5 جنيه. اللي هيقول لي سمات الحريه المسيحيه، وقال لهم بولس الرسول كل الاشياء تحل لي، قال 4 حاجات. اللي هيقول لي الـ4 حاجات هياخد 5 جنيه، ومكتوبه كمان.
كان قدامكم معلش لو يلا قول يبقى واحد سمات الحرية المسيحية يوافق ولا ما يوافقش؟ يوافق. خلوا بالكم يا أولاد، يوافق هنا ان انا البس اللبس ده في الفرح ولا ما يوافقش؟ يناسبني كبنت، بنت الملك، بنت المسيح، هجيلك. خلاص يوافق ولا ما يوافقني انا كده نشرب خمره وما اعرفش؟ هل يوافق ولا ما يوافقش؟ واحد، الحاجه دي تبني. بص يا اولاد، هل المسيحيه مقيده ليا؟ ما تسمعوش اغاني، اوعى تتفرج على سينما، اوعى تتفرج على مسرح. هنرجع للاصوليين تاني، لما طلعوا في اسيوط وكانوا عايزين يقتلوا عادل امام، فاكرين مش فاهمين؟ ولغايه دلوقتي لو لقوا مسارح ولا لقوا سينما ولا هيطلع هيهجم عليها ويكسر. صدقني احنا مش ضد الفن في المسيحيه، ولكن مع الفن الراقي الذي يبني الانسان. اغنيه تبني الانسان، خلي الاسئله في الاخر. اغنيه تبني الانسان، مسرحيه تبني الانسان، ايه تاني؟ فيلم يبني الانسان. انا مش ضد السينما، اتفرج اتفرجي، ولا احنا مش هنعيش عصرنا، بس ايه؟ تبني. مش حاحة وزازة وما اعرفش كلها احمد السبكي، افلام احمد السبكي كلها جنس في جنس وضرب عشان ياخد فلوس. يلا يا ولاد، الرأي التالتة، لا يتسلط علي شيء زي السيجارة زي البرشامة. اربعة، تراعي الاخر. برافو عليك، تعالى انت شفتها ولا شفتها؟ خد يا ولد، يلا قولوا معايا بقى الاربع صفات، طلعها يا عم انت حطيتها كده. يلا ها، واحد ايه؟ تبني، كل الاشياء تحل لي، انا حر، عندي حريه كامله، بس بالحاجه دي هتبنيني ولا لا؟ مهم قوي الكلام ده. اتنين، توافقني، تناسب وتوافق، دي حاجه واحده. ثلاثة، لا يتسلط علي شيء. أربعة، تراعي الآخر الموجود معايا في المجتمع. خلاص دول أربعة، قولهم تاني. واحد، تبني. اثنين، تناسب. ثلاثة، لا يتسلط علي شيء. أربعة، تراعي له. آخر سؤال بقى عشان نخلص، كيف نحيا في حرية حقيقية؟ أنا هقولهم، يلا حطهم بقى يلا طب انا هقولهم مره وما اشوف حد هلقطهم ولا وياخد الخمسه جنيه. واحد، الجهاد. اثنين، الاشباع. ثلاثه، الافراز. اربعه، النضج. خمسه، الشهاده. شيل، هات الخمسه جنيه، اخر خمسه جنيه، يلا زي بعض. لا بديها لصاحبها. مين هيقول لي الخمسه؟ مين لقط الخمسه؟ وده حاول عيال الشباب زهايمر. انا كنت محاضره مع الكبار لقطوها. الشباب عنده زهايمر. حد هيقول؟ قول يلا. ها، برافو برافو، ايه؟ برافو برافو، 10 على 10، برافو، 10 على 10 10 على 10 10. ادي لقطة على طول، صح ولا لا؟ برافو عليك. كلية ايه يا ولا؟ صيدلة. بتحفظ حفيظ. تعالوا نشوفهم واحدة واحدة. يلا يلا، حلو. يلا يا واد، ليهم شرح. الجهاد، مارس هيقول خير ان نموت في الجهاد من ان نحيا في الايه؟ سقوط. اللي بعده، نحتاج الى توبة، توبة مترجية امام الشهوات. يعني ايه يبقى عندي توبة كده؟ لو وقعت في الخطية اقوم بسرعة وبجاهد، اقع تاني اقوم بسرعة، اقع تالت اقوم بسرعة. الريشة تظل حرة ومنطلقة في الهواء، لكن إذا تثقلت بالطين لن تستطيع الطيران بحرية. الريشة، أي ريشة طير، لو سبتها كده في الجو هتبقى منطلقة في الهواء حرة، لكن إذا ما تثقلت بالطين لن تستطيع الطيران. إيه؟ عشان كده فك بنعمة المسيح ربطات الخطية. اثنين، قول الحرية ليست أمرا حاصلا مفروغا منه، إنما هي ثمرة، ثمرة جهاد مستمر. اللي بعده، النفس الشبعانة تعمل ايه؟ النفس اللي شبعت بالمسيح، النفس اللي شبعت بالمسيح تدوس الايه؟ العسل. طبعا الصلاة والانجيل والاسرار المقدسة. ها، امتحن الافراز بقى، امتحنوا ايه؟ كل شيء وتمسكوا بالايه؟ الحسن. ايه هو الافراز؟ ثلاث كلمات. تربيتنا المسيحية هي تربية الإشباع والإفراز
وليست تربية الممنوعات والمحرمات. ايه بقى؟ اشبع، ميز، انتقي. هسألكم سؤال، في فتوى طلعت لأحد السلفيين، كل يوم فتوى فتوى زي الشيخ اللي طلع، عارفين الشيخ اللي كان وكيل الأزهر ده؟ انتم ما تعرفوش. طلع عليه بفتوى كده، ده اهو ده بقى، مش احنا قانون ازراء الديان بتاع العيال الصغيره اللي مثلوا تمثيليه، هو ده بقى اللي يستحق الايه؟ يستحق ازراء الاديان، مش كده؟ فطلع واحد من، عايز اخد رايكم، من كبار السلفيين، قال الفتوى دي، الانترنت هو شيطان القرن الجديد. صح؟ في مسيحيين، ها صح، الانترنت هو شيطان. لا طبعا، المسيحيه لا تؤمن بهذه الفتوى. العيب مش في الانترنت، الانترنت ده وصل الانجيل لكل انحاء العالم. الانترنت ده لما اجي اعمل بحث ولا حاجه بستخدمه حلو جدا، لما اجي اخد موضوع استخدمه حلو جدا، بينقل لي القداسات وكل حاجه، والتجاره عن بعد والطب عن بعد. لو في عمليه ساعات نشوفها في امريكا وهي العمليه نشوفها في مصر، خلاص. اما ليه بقى؟ ايه التربيه؟ تربيه الافراز دي، ها اشبع، نفس الشبعان دوس العسل، ميز ما بين الغلط والصح على الانترنت، بعد كده ايه؟ انتقي. يعني انتقي اللي يبنيك وسيب الايه؟ اللي يهدمك. ده طريقتي في التعامل مع كل حاجه في الايه؟ في السلوكيات. اربعه، النضج، على قدر نضج اللي قدامك اديله مساحه من الحريه. يعني ايه الحريه؟ لا تعطى الا للناضجين. يعني على قدر نضج اللي قدامك اديله مساحه من الحريه. فهمتوا حاجه؟ في ارتباط كتير جدا ما بين الديمقراطيه والحريه والنضج اللي قدامي. بيجي اي قائد عايز يسوس اي بلد يعمل ايه؟ جهل الناس. التعليم اللي انتوا فيه كلها لا مؤاخذه، لا مؤاخذه، اللي لو ابتكارات اللي فيكم الناس الحلوه اللي بتفكر لما بتلاقي مناخ بره حلو، احنا اذكياء، بس التعليم بايظ. فيعمل ايه؟ يجهل الناس. كل ما يجهل الناس يسوسهم اكتر، كل ما يجهل الناس يسوسهم اكتر. طب انت عايز تعمل ديمقراطيه في مصر، ما هم لما قاموا عشان يعمل ديمقراطيه بقى ده يتكلم وده، تعالوا اتفرجوا على الخناقات اللي موجوده في مجلس النواب، صح ولا انا غلطان؟ عشان كده الحريه لا تعطى الا للناضجين. على قد مساحه لو اللي قدامي على قد نضجه هديله مساحه من الحريه عشان يفهم يعني ايه حريه، ما يستخدمهاش غلط، صح ولا لا؟ تاني، الحريه على قدر نضج الناس اعطيهم مساحه من الحريه. الحريه تعطى للايه؟ للناضجين. اللي بعد كده الشهاده للمسيح، اخر حاجه، لكي يروا الناس اعمالكم الايه؟ الحسنه ويمجدوا ايه؟ اباكم الذي في السماوات. سلوكي، سلوك، انا بسلك بحريه، بس الحريه دي لايه بقى؟ لحساب مين؟ المسيح. سلوكياتي، البنت لما تكون عفيفه حد يتحرش بيها تديله كوع كده يقع او كلمتين، يعني خليكي جدع، تخليش حد ايه في بنت بقى ايه حد يتحرش، حد يعاكسها ولا تضحك، تضحك عايزه تتعاكس لما مؤاخذه، معلش ما تزعلوش اللي بشوفه، خلاص ولا لا؟ فاهمين؟ انا عايز اكون بنت عفيفه جدعه زي بوتامينا العفيفه. قال لها ايه؟ فاهمين القصه؟ قال لها الامير عايزين نعمل بقى جو كده وبتاع ما اعرفش ايه، عذبها شويه ما فيش فايده، ياخدها وعايزين قصر ما فيش فايده. قال لها هتجوزك، واللي هي عايزه تعيش بتول عريس المسيح. ربنا ادها فكره، قال لها، قالت له انا معايا زيت لو حطيته على رقبتك، فاكرين القصه دي؟ حطيته على رقبتك كده ودخلت في الحرب اي سيف مش هيأثر فيك. قال لها طب اجربه عليك، استشهدت عشان تحافظ على عفتها. شوفوا جدعانه، مش تحافظ على عفتها. الواد المسيحي كان مهندس في حته في حي من الاحياء، قالوا له امضي على الورقه دي، هتاخد كام؟ هنديك 50,000 جنيه، ده زمان 50,000 جنيه تساوي 500,000 جنيه دلوقتي. اي واحد يقول لي طب ما ناخد ال 50,000 جنيه ابونا واعترف. اخد، صدقوني في من المسيحيات ومأمورات ضرائب بترتشي، في شباب بيرتشي زيهم بالظبط. اصبحنا لا نتميز. كان زمان يقول لك المسيحيين دول امنا، ناخدهم في البنوك، ناخدهم في الخليج. دلوقتي لا،
ده انت تقعد في امتحان مؤاخذه يعني الامتحان مش واخد بالك، تبص تلاقي مسيحيين بيغشوا في بيت، بيت نورت الامتحان الكل بيغش، والراجل خلى اللجنه تعاونيه يعني ده بيغش. وبعدين فجاه البنت كده قالت له انا تعودت لا غش ولا غشش، انا طول عمري كده. جاب لها المذكره عشان ايه؟ عشان يخلص. قالت له انا تعودت كده. قال لها اسمك ايه؟ عارف ان اسمها مسيحيه. قال لها ربنا يباركك يا بنتي، تنور تنور بسلوكها، سلوك المسيحيين مش زي زمان، ما تزعلوش. صح ولا انا غلطان؟ ها سلوكنا بص لي لسه، تعالى يا ابو نعال، اخ واخته وعندهم ميراث بيشلشلوا البعض في المحاكم. ليه محاكم؟ طب ما نخلص يعني، يبقى عليك شويه وعليها شويه خلاص، ليه محاكم؟ فهمت يا مسيحيين؟ المسيحيه ليست ان اعرف المسيح فقط، ولكن ان اتذوق حلاوه المسيح اولا ثم اشهد لي بسلوكي ثانيا. كتير قوي عارفين المسيح، كلكم عارفين المسيح، كم واحد من اللي قاعدين ده المسيح ويشهد للمسيح بسلوكه؟ هو ده المقياس. فهمتوا يا اولاد؟ نشهد للمسيح ايه؟ بسلوكنا، تعبيرا على الحريه الحقيقيه المسيحيه. لالهنا كل مجد وكرامه من الان وكل اوان، ظهر الدور امين. شكرا ليكم وشكرا محبه. يلا يا عم عماد.